اكتر حاجه لفتت انتباهك في مباراه النهارده؟ طبعا اكيد اكتر حاجه يعني التاليف اللي عمله اسوريو في الشوط الاول. كلنا بنتكلم على هذا الامر، احنا عارفين الاهلي كان رد فعل، الاهلي ما كانش فعل يعني الزمالك هو اخطائه الفادحه خلت لعيبه النادي الاهلي يستحوذوا على الشوط الاول، والشوط الاول هو بصراحه كان العمود الفقري، يعني انت اللي بنيت عليه العظم اللي انت بنيت عليه النتيجه، لان الشوط الاول ده هو نادي الزمالك الدنيا فيه باظت فعليا يعني. فانا اعتقد ان كولر ولاعيبه النادي الاهلي استغلوا التاليف بتاع اسوريو، واسوريو بصراحه انا بصراحه شايفه مساعد جدا، النادي الزمالك بيعمل شغل كويس وبتاع. النهارده اول مره اتحط تحت الضغط، انا بصراحه يا محمد بصراحه على المستوى الشخصي انا اتفاجئت ان هو بيعمله بصراحه. طب التغييرات ده فكره السبوره التغييرات دي انا اتفاجئت، واللي عمله بعد المباراه في المؤتمر ده بقى بصراحه دي بقى الغريبه، الامر ما يصدرش من مدير فني محترف. ايه اللي حصل بقى في المؤتمر الصحفي؟ طبعا اسوريو حسب بعض المتواجدين في الاستاد، وانت برضو اعتقد كنت شاهد على هذا الامر، قالوا لي ان اسوريو اشتبك مع بعض من لاعبي النادي الاهلي في التانل في ممر دخول اللاعبين بعد المباراه. ده حصل، انا شفته، انا شفته بيتكلم مع ياسر وعبد المنعم حتى بطريقه واضح ان في يعني خلاف، مش من حقه اصلا يتكلم مع لعيبه الفريق المنافس. دخل هو اوضه اللبس ودخل المؤتمر الصحفي، اول ما دخل المؤتمر الصحفي ساب الماتش ساب كل حاجه واتكلم على واقعه معينه. قال انا في ماتش المقاولين في لعيب عندي عمل تصرف، بيقصد يعني ابراهيم انداي لما عمل حركه استفزازيه تقريبا للاعيبه نادي المقاولين، ولما هو عملها انا اعتذرت. هو بيقول ان في لاعب من النادي الاهلي عمل حركه استفزازيه والنادي الاهلي ما اعتذرش عنها. انا بصراحه ما شفتش، انا كنت في الملعب ما شفتش حاجه بصراحه، ما اعرفش يعني هو في التلفزيون شفتوا حاجه خالص خالص. انا بكل امانه والله ما شفت حاجه وما اعرفش هو يقصد ايه. التصرف بقى اللي اثرني وعيب انه يصدر من مدير فني محترف ومدرب محترف وعيب انك تعمل التصرفات دي، انت قاعد بتتكلم فقدامك طبيعي قدام اي مدرب المايكات بتاعت وسائل الاعلام المختلفه اللي بتنقل اللي بتنقل المؤتمر. فراح الراجل شاف مايك قناه النادي الاهلي قدامه، راح ماسك مايك قناه الاهلي وبعته. طب انا اسف يعني، هو انت كده يعني عملت انتصار جاب جول كده مثلا؟ انا اسف يعني انت كده رديت الاربعه يعني. يعني التصرفات دي يا جماعه تصرفات لا يصح ان تصدر من مسؤولين رسميين. ده احنا ناقصين كل امانه والله، واحنا ناقصين ده، احنا عمالين بنحاول نقول للناس العقلانيه والمنطق، ويا جماعه عايزين نتكلم بعقلانيه ونتصرف بعقلانيه وبتاع. انت كده متخيل ان انت هتبقى بطل في اعين جمهور الزمالك؟ والامانه لازم جمهور نادي الزمالك بنفسه هو اللي يشجب التصرفات دي. مال قناه الاهلي، انا اسف يعني قناه الاهلي والعاملين بيها وكل مالهم انت اللي انت خسرت اربعه بيعملوا شغلهم. يعني هو الراجل اللي حط مايك قدامك ده بيعمل شغله عشان مديره في القناه طلب منه ان المؤتمر ياخد حقك. ده الشغل بتاع الاعلام. مال الاعلام بالتنافس؟ الاعلام نفسه اعتقد اللقطه دي لازم تتسجل في تقرير المراقب، لان المراقب يبقى حاضر المؤتمر الصحفي. عيب، ودي واقعة ما ينفعش تعدي. انت مدرب محترف واسم مش قليل يعني، انت راجل برضو اعتقد السي في بتاعك كويس، واحنا عمالين نقول الراجل كويس عمل شغل مع نادي الزمالك وعمل حاجات. انت النهارده فعلا امانه انت النهارده انت خرفت اللقطه يا كريم. نعم اللقطه معاك. بيعمل لقطه عشان يبعد تفكير الناس عن التخريف، حاجه متعوده عن التخريف اللي هو عمله. انت خرفت. هو اعترف على فكره، هو اعترف في المؤتمر الصحفي، قال انا متحمل المسؤوليه وانا اللي عملت التغييرات الخزعبليه في التشكيل الاساسي. ده كويس وشجاعه، انما اللي انت عملته انك تبعت قناه ماي قناه ايا كانت ايه القناه دي، انا اسف هي قناه الاهلي كسبتك. انا اسف يعني قناه النادي الاهلي اللي شغالين فيها هم اللي كسبوك. اللعيبه انت بتشتغل كويس هتكسبهم، ما كسبت اشتغل المره الجايه لما تلعبهم. مال بقى القناه بتخش انت في انت مالك؟ انت راجل كولومبي، مالك انت بالشيء انت داخل فيه ده؟ مين فهمك اللي انت بتعمله ده صح كده؟ هو ذاكر كويس. لا بس هو ذاكر بره الملعب، مش الملعب. غلط هو ذاكر بره الملعب غلط. ما تعملش كده، ما تعملش التصرفات دي. طبعا انا لازم اشكر زميلنا محمد عزت المصور في موقع الاهلي دوت كوم ان هو اللي خد اللقطات. الصوره خد اللقطه لاسوري وهو بيبعد مايك قناه النادي الاهلي. تصرف صراحه سيء للغايه من مدير فني محترف ولا يصح
وطبعا كل ما انا كنت هطلب من مجلس نادي الزمالك ان هم يعاقبوه على التصرف ده، بس طبعا في ظل الظروف الحاليه اللي فيها انا اعتقد انه هيستمر وممكن يجدد له كمان. يعني امر مؤسف بصراحه.